الوطنية اللبنانية، كما نقول لهم في كل ليلة، سنقول لهم الأحد عصرا، سيسمعوننا في كل قصور الفريق الحاكم، من الساحات، من بيوت الفقراء، من الأكواخ، من الخيم، من البيوت المهدمة، من أحياء المهاجرين بالفقر والمهجرين بالحرب. سنسمعهم صوتنا. نحن في المعارضة الوطنية اللبنانية لن نستسلم، سوف نبقى في الساحات. سوف نبقى في الساحات حتى نقيم حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية الضامنة للبنان، لكل اللبنانيين، المنقذة للبنان، المدافعة عن لبنان، التي تعالج أزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لنسمعهم بأننا مصرون على الهدف وسنواصل الطريق مهما كانت التضحيات. أيها الإخوة والأخوات، من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل الأحزاب، من كل التيارات، أنتم منتصرون حكما. وكما قلت لكم في الدعوة، كما كنت أعدكم بالنصر دائما، أعدكم بالنصر مجددا. هم يواصلون حرب طموز وعاب، ونحن نواصل معركتنا في الدفاع عن هوية لبنان ووحدة لبنان وسلامة لبنان. عشتم جميعا. طاب ثرى الشهيد أحمد محمود، طابت ثرى شهدائكم. عشتم وعاش لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالدم محصني أرضك يا لبنان.